تحية رياضية أبعثها لكم من برنامجكم ريبلاي على دزم. وفي العناوين: لقب الكأس الفضية بركاني للعام الثاني على التوالي بعد أن حسم النهضة النهائي على حساب رجاء الرياضي في مباراة احتاجت لشوطين إضافيين. قرعة تبدو في المونديال للمغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، والمنتخب الوطني الوحيد الذي شارك في النهائيات سابقا في مجموعته الخامسة. وفي أم الألعاب: المغرب ثالثا في النسخة 15 للألعاب العربية، 84 ميدالية من بينها 21 ذهبية. والبداية كالعادة بالحدث. للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، نهضة بركان بطلا لكأس العرش على حساب الرجاء الرياضي بأصغر الحصص بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين. لقب يأتي بعد سابقيه عامي 2018 و2022 ليضيف النهضة سادس كأس له خلال السنوات السبع الأخيرة، ثلاث كؤوس للعرش ولقبين بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر. المباراة كانت حذرة بين الفريقين طيلة أطوار دقائقها التي شهدت مستجدا أولا في الدقيقة 27 بعد طرد مروان الهدهودي ليكمل الرجاء المواجهة بنقص عددي لم يستغله النهضة مبكرا، بل انتظر حتى اللحظات الأخيرة للشوط الإضافي الأول عندما سجل البوركينابي يوسف الدايو هدف اللقب من نقطة الجزاء. وبعد إحراز النهضة للقب الثالث في تاريخ النادي، اللاعبون عبروا عن فرحتهم وفخرهم بتتويج موسمهم بلقب غال رغم إنهاء البطولة في المركز السادس. نستمع للتصريحات التي استقاها أسامة العبادي. المباراة ما كانتش سهلة، رغم الطرد في الدقيقة كنظن الدقيقة 30 للاعب الرجاوي، إلا أن المباراة في حالي زادت صعابت شوية. كيف ما كتعرف الكرة القدم اللي كيتطرد لك لاعب في الفريق، راه واخا كتكون لاعب ب10 ولكن كيكونوا بحالي لاعبين ب12. الفريق ملي كيلعب ناقص كيلعب كل واحد كيدير الدوبل إيفور. ملي كنا 11-11 كنا شادين الماتش، الحمد لله حاولنا نجيرو المقابله. الدراري بدنيا كانوا مزيان، حاولنا نجيرو 90 دقيقه باش نديهم معنا البرولونغاسيون. كنبغي نشكر الجماهير البركانيه اللي خداو الديبلاسمون ديالهم، ما كان ماشي ساهل، كانوا ديما كيساندونا. الحمد لله ونشكر العائله ديالنا كاملين، لي جوار اللي كلهم اللي جاوا بعاد، مي الحمد لله هذا اللقب كان بغير هذا كاع جميع المكونات ديال النهضه البركانيه. كنتمناو ان الموسم المقبل ان شاء الله نظهروا بصوره احسن من هذه ونزيدوا ناكدوا ان فريق النهضه البركانيه ماشي فريق اللي ساهل، فريق اللي عنده واحد الوزن ثقيل في المواسم الاخيره. سالينا الموسم مزيان بهذا اللقب، وان شاء الله اللي غادي يمنحنا اننا تاشيره ان شاء الله نشاركوا في الكاس الكونفدراليه ان شاء الله باش نمثلوا ان شاء الله السنه القادمه البلاد ديالنا المغرب. ان شاء الله نتمنى من الله اننا ان شاء الله نستعدوا ان شاء الله ان شاء الله باش نرجعوا لا بريباراسيون ان شاء الله باش نمشيو ان شاء الله مزيان ويكون غير الخير ان شاء الله. التصريحات كانت بعدسة محمد نجيب. ومن الرباط أرحب بضيفي مدرب نهضة بركان أمين كرما وأيضا حمزة الحمياني، مرحبا بكما. شكرا أخ سيهان، شكرا على الاستضافة. أولا هنيئا لكما، الصورة جميلة جدا رفقة كأس العرش ضيفة بلاتو ريبلاي أيضا ولو عن بعد. أبدأ بك حمزة، مجمع الأمير مولاي عبد الله برباط أصبح فاء الخير، يعني ثالث كأس العرش ديال نهضة بركان
كاينة على أرضية مجمع الأمير مولاي عبد الله. اللقب أمس أكيد كان تتويج لمسار شاق وطويل بالنسبة للفريق، كيفاش كانت المنافسة؟ وربما أن اللاعبين ما استسلموش رغم أنهم أنهوا البطولة في المركز السادس. حمزة، وشكرا أخت جيان على الاستضافة. كنظن أن السنة هذه تعذبنا بزاف، موسم كان صعيب بحكم أننا بدينا في الأول أننا بمباراة ديال السوبر كوب فزنا باللقب، من بعد بغينا ندخل البطولة الكرة ما تمشاتش معنا مزيان، تعذبنا بقينا شادين حتى لآخر لحظة في البطولة، تكلاسينا كلاس 6 ومن بعد بقينا اننا محافظين على التركيز ديالنا اننا باش ان شاء الله نلعبوا على كاس العرش، واخا رغم الضغوطات ورغم الموسم الصعيب، ولكن كنشكر الدراري وتنشكر جميع المكونات الفريق ولا السي امين كرمة على المجهودات ديالو اللي كيدير، والحمد لله ربي ما خيبناش. وبالنسبه للمقابله يعني دازت في تاي ظروف صعيبه كما كتعرف، المقابله ديال النهائي ديما كتربح ماشي كتلعب، كتكون تكتيكيه وكتلعب على الجزئيه بساط، رغم ان فريق الرجاء البيضاوي ان تطرد ليه لاعب في الشوط الاول، الا ان المقابله كانت صعيبه كما كتعرف الفريق اللي كيتصدر ليه لعاب كيكونوا لاعبين ناقصين انهم كيدوبلوا اللعابه لي زيفور ديالهم وكيولي الخصم صعيب اكثر، والحمد لله كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم والمجهود ديالهم، تنشكروا الجمهور اللي حضر حتى هو اكيد. نعم. وبقينا الحمد لله صابرين ومؤمنين بالحظوظ ديالنا حتى جا الهدف اللي حنا الانتصار واللقب كاس العرش اللي عزيز على كاع المغاربه. اكيد الكوتش تحدث حمزه على التركيز، يعني تسلمتي قياده الفريق الاول نوفمبر الماضي، واكيد كانت تحديات كانت رهانات وكانت صعوبات، الفريق الان كيف ما قلت حتى المركز السادس، ولكن التركيز اللي تحدث عليه حمزه يعني كيفاش كان ممكن تخلي ويبقى الفريق مركز ذهنيا وبدنيا وحنا في نهايه الموسم؟ اكيد شوف الاساس ديال اي مشروع هو ليطا ديسبري كوليكتيف، الا ما كانش عندك مجموعه كتفكر، الا ما كانش عندك مجموعه باغا تخدم اونصومبل، الا ما كانش عندك مجموعه باغا دير دي ساكريفيس اونصومبل ما يمكنلكش تنجح، وهذا هو السر يمكن هذه السنه رغم الصعوبات رغم البدايه اللي كانت جميله في بدايه بتتويج، ولكن عاوتاني خيبت الامل من الاقصاء من لاكوب دلاكاف. صراحه كنا عارفين انه خصنا نديروا ايد في ايد، لا لاعبين لا طاقم لا مسؤولين، قررنا ناخذ واحد الطريق نطيقوا في بعضياتنا ونخدموا اونصومبل، وصراحه ما لقيت من اللعابه الا لو سيريو الا الاحترام والا التفاني في الخدمه، درنا ايد في ايد قلنا غادي نخدموا اونصومبل، والحمد لله رجعنا في الشامبيونا كنظن سالينا بطريقه اللي هي مزيانه. يا بخي في لاكوب كانت مهم اننا نديروا واحد نحافظوا على اللقب ديالنا ونديروا شي حاجه اللي كترقى الاسم ديال بركان واللعابه ديال بركان، لانه كوميم راه فريق اللي دا السنه اللي فاتت 3 تيتر. والحمد لله توفقنا كما قلت لك، ولكن السر كان هو ليطا ديسبري، اللعابه تقاتلوا كلنا تقاتلنا كل امنا اننا بامكاننا نحققوا لقب. نعم. وربي بغانا كما قلت. نعم، وهذه روح الفريق اللي تكلم عليها كوتش حمزه يعني عطتنا تتويج ثاني على التوالي، يعني لاول مره في تاريخ نهضه بركان كانت ايضا على حساب فريق بيضاوي. حمزه العام اللي فات كان النهائي امام الوداد، الان امام الرجاء، واش ممكن نقولوا بان نهضه بركان اصبح فريق خبير بالنهائيات؟ وكما قال ناكد الكلام ديال السي امين ان عنده الصح، ان هذا ليطا ديسبري هي قوه ديال فريق نهضه بركان من فهاد 7 سنين الاخيره هي اللي دارت الفرق، واللاعبين تبارك الله انهم يعني عندهم تجربه كافيه انهم في هذه المقابلات هذو كيعرفوا يلعبوا المقابلات ديالهم ويجريهم ونعرفوا كيفاش يربحوا، يعني كاين الحمد لله شخصيه ديال البطل. اكيد كوتش اختم معك، لقب كاس العرش حافظ به الفريق اكيد على لقب العام الماضي، لكن ايضا الاهم ايضا المشاركه في كاس الكونفدراليه للمره السادسه على التوالي، هذا تحدي من نوع اخر كوتش للمنافسه وللعوده للبوديوم، كيفاش ممكن تكون الاستعدادات؟ وايضا واش امين كرمة غادي يبقى
مدرب الفريق الأول لنهضة بركان. أولا كما قلت هنيئا لجميع المكونات النادي بهذا التتويج، كان مهم، كان مهم بالنسبة للنادي ككل، لجميع المكونات ديالو، كان باب بالنسبة لنا الرجوع لكوب دلاكاف، هذا شيء مهم لأنه النادي ولف أنه يلعب لي كومبيتيسيون أفريكان من الباب ديال لاكاف، هذا توا شيء مكسب الحمد لله استطعنا نحصلوا هذه السنة. بالنسبة لنا الآن غادي نركزوا شوية على أننا نرتاحوا شوية ونعاودوا نقادوا الأوراق ديالنا، وغادي نبريباريو بتيت ابتيت إن شاء الله المستقبل، وكان المستقبل ديما غادي يكون إن شاء الله فيه خير، سيرتو ملي كتجي الفريق أنت كتيق فيه هو تيتيق فيك، اللعابة تيتيقوا فيك أنت كتيق فيهم، أبخري لو غيست كما بغى يكون ما غادي يكون إلا إيجابي. كما قلت الواحد يما كيقول لك الأعمال بالنيات، حنا الحمد لله مادام كاينة الثقة دونك غادي نرتاحوا، وأبخي غندخلوا لا بريباراسيون ديالنا لي زوبجيكتيف على حساب اللي غادي نتفقوا عليهم مع الناس ديال المكتب مع اللاعبين، وكما قلت لك ما بغى يكون لوبجيكتيف اوني بري بور نهضة باش نعطيو لو ماكسيموم، وهذا هو المهم. نتمنى كل التوفيق لنهضة بركان خصوصا على المستوى القاري. شكرا لك كوتش امين كرمه، شكرا ايضا لحمزه الحمياني، وهنيئا مره اخرى بكاس شكرا. العرش. ومن اخبار الانديه الى المنتخبات، والحدث كان ايضا هذا الاسبوع سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026. المنتخب الوطني في مجموعة خامسة إلى جانب كل من زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا. نلقي نظرة على منافسي المغرب رفقة محمد القردة. بين المنتخبات التي تشكل أضلاع المجموعة الخامسة، مجموعة يأتي على رأسها المنتخب الوطني وحده منتخب إريتريا الذي لم يسبق للأسود مواجهته رسميا. كل المنتخبات خصوم المنتخب الوطني يشاركون في معطى بحثهم عن الحضور الأول في المونديال. إريتريا المنافس الجديد للمغرب يعتبر أخف أرقام المجموعة وبحضور متواضع إقليميا. في المقابل باقي المنتخبات سبقا واجهناهم عدة مرات ومنها تصفية المونديال، مثل الكونغو الذي كان في طريق مباراة ملحق العام الماضي. منتخب آخر منافس لنا تنزانيا واجهناه مرارا وتكرارا في تصفية مونديال البرازيل. منتخب تنزانيا كان سببا في إقصاء الأسود بعد انتصاره بالعاصمة دار السلام بثلاثة أهداف لهدف واحد. ضلع آخر من أضلاع مجموعة الأسود منتخب النيجر، منتخب واجهناه عدة مرات ونملك سجلا كاجتحا في مواجهة هذا المنتخب. المنتخب الزامبي يعد الخصم الأقوى في طريق الأسود، بتواجده مرة أخرى يكون منتخب الرصاصات النحاسية قد كرر حالة فريدة بعدما تواجد في مجموعة المغرب في مونديال 94 ولعب المونديال تلك المرة أيضا بأمريكا وفاز حينها الأسود في آخر مباراة في التصفيات. مثل ما جرى في نسخة مونديال بلد العم سام سلفا يقام كأس العالم لاحقا، زامبيا مجددا وآخر مباراة نواجه نفس الخصم، فهل يعيد التاريخ نفسه من جديد؟ وبالاستوديو أرحب بضيفي الصحفي الرياضي حسن العطافي، مرحبا بك سي حسن. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. مرحبا سي حسن العطافي، مبدأ الواقعية في التعامل مع المنافسين يعني قائم دائما، أم أن المنتخب الوطني مرشح فوق العادة بعد المسار الجيد بمونديال قطر ولا داعي لذلك الحذر المفرط؟ وبطبيعة الحال أكثر المغرب تفاؤلا، لم يكن ينتظر أن تكون القرعة رحيمة بالمنتخب الوطني بطبيعة الحال بالنظر إلى طبيعة المنافسين، لكن هذا لا يعني أننا تأهلنا من الآن. طبيعة الحال المنتخب الوطني ملزم أن يخوض كل مباراة بواقعية، أن لأن لكل مباراة حقائقها وظروفها، وبالتالي يجب أن يدبر المباريات بشكل جيد، خصوصا المباريات التي تقام خارج أرض الوطن. يعني المنافسين حسب ترتيب الاتحاد الدولي وحسب تاريخهم أيضا ليسوا في مستوى المنتخب الوطني مع استثناءات، بحكم أن هناك منتخبات صغيرة وسبق لها أن فازت علينا مثل منتخب إريتريا، وبالتالي يعني المنتخب المباريات التي تقام خارج أرض الوطن هي التي ينبغي تدبيرها بشكل جيد، لأن ظروف الإقامة، ظروف السفر، وأيضا
واقع المنتخب لاعبي المنتخب الوطني في فترة تلك المباريات، لأنه الظروف تحكم أحيانا على غياب بعض اللاعبين إما لإصابات أو لأنهم وجودهم في مرحلة يعني انتقالية أو مرحلة تراجع مستوى وهبوط مستوى، وبالتالي ينبغي من الآن التحضير لهذه المباراة، لأن قوة المنتخب الوطني ليس في التصفيات ولكن في حين تسمح له الظروف في عقد تجمعات يعني لفترة طويلة يقع لحدوث الانسجام، وبالتالي لهذا نلاحظ أن منتخبنا يكبر في المنافسات التي يجري تحضير لها بشكل جيد. نعم، تحدثت عن الأسماء يعني التشكيلة والأسماء التي توفر عليها المنتخب، وربما بالإضافة إلى بعض المتألقين في منتخب أقل من 23 سنة، يعني هناك خيار واسع أمام الناخب الوطني وليد الركراكي ومتسع من الوقت لتحضير لكأس العالم 2026 مرورا بكأس إفريقيا. هي بطبيعة الحال قاعدة متسعة، وبالتالي هناك مجال الاختيارات، ولكن لابد من استحضار عامل مهم وهو عامل الظروف التي تقام فيها تلك المباريات. نعم. بحكم أن أغلب اللاعبين يمارسون في أوروبا، نشأوا في أوروبا، وبالتالي الظروف التي تقام فيها مباريات خارج أرض الوطن يجب استحضارها وبالتالي التحضير لها. أنا لا أميز بين اللاعب المحلي واللاعب الذي يمارس في الخارج، ولكن يجب أن نعتمد على اللاعبين يستأنسوا باللاعب في القارة الإفريقية، لأن هذا مهم جدا. والمباريات التي تقام خارج أرض الوطن هي التي تحكم، بحكم أنه لتتأهل يجب أن تفوز خارج الأرض. أكيد، ومرآة تعكس ربما قوة المنتخب النظام الحالي، نتكلم عن النظام الحالي سي حسن العطافي، لتصفيات المونديال الإفريقية الذي سيفرز 9 مقاعد مباشرة للنهائيات، على أن تلعب القارة السمراء كل حظوظها في مقعد 10 في الملحق، بما أن نسخة باريس لكأس العالم ستكون ب 48 منتخبا. كرونولوجيا التغيير الذي طال نظام المونديال في أكثر من مناسبة معك أسامة العبادي. نظام تصفيات جديد بالقارة السمراء أو طريق جديد من أجل في بطولة كأس العالم، كما أن العدد قد يصل إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب إفريقي الملحق العالمي الذي التغيير لم يطل القارة الإفريقية لوحدها، فدورة المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية ستعرف مشاركة 48 منتخبا، وذلك لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم، قبل أن يرتفع العدد في نسخة 1934 وحتى العام 1978 إلى 16 منتخبا تتنافس جميعها من أجل حيازة اللقب الأغلى عالميا، قبل مجيء دورة 1982 حيث سيرتفع العدد إلى 24 منتخبا، الشيء الذي دام حتى العام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية. أما الفترة ما بين 1998 و2022 بقطر فقد شهدت حضور 32 منتخب للعالم. إذن هي تغييرات وأشياء جديدة انضافت إلى بطولة كأس العالم، والغاية الرفع من منسوب التشويق والإثارة في النهائيات، بل قبلها في التصفيات. أعود إلى ضيفي الصحفي الرياضي حسن عطافي. حسن، نظام التصفيات بعشرة مباريات ذهابا وإيابا يفرز 9 مقاعد كما قلنا وعاشر في الانتظار، كيف ترى هذا النظام الجديد؟ وفي الحقيقة أهم شيء في هذا النظام هو أنه يتيح فرصة كبيرة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية، ويمكن هناك شيء من التوازن، وأصبح بالفعل هو كأس لكل العالم بحكم أنه يعني هناك شبه توازن بالنسبة لهذا النظام. وبطبيعة الحال صعب. لماذا صعب؟ لأنه تخوض 6 مباريات والمفروض أنك تكون الأول يعني لتتأهل مباشرة، وبالتالي هذا النظام صعب، ولكن يتطلب أولا تحضير، يتطلب تعامل بجدية مع كل المباريات، يعني تحافظ على تركيزك من بداية التصفيات إلى نهايتها لتقول أنا أولى أحد، لأنه بطبيعة الحال والمنتخب الوطني الذي تمكن من احتلال المركز الأول في نهائية كأس العالم في مجموعته لن يصعب عليه أن يحتل المركز الأول في هذه المجموعة،
خصوصا إذا احترم منافسه. ذلك ما نتمنى سي حسن عطافي، شكرا لك على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. نتمنى مسار موفق لأسود الأطلس والجمهور المغربي يتطلع لانطلاق تصفيات كأس العالم بذكريات التألق الأخير للأسود. نستمع للردود الأفعال من مختلف مدن المملكة. فرق اللي طحنا معاهم في القرعة فرق في المتناول، ولكن احنا يا طامعين ان شاء الله في الكاس، حيت عندنا فرق منتخب زوين ان شاء الله، وطامعين في الافضل ان شاء الله وما يكون غير الخير. كل الطموح ديالنا كبيره، ما كتخلى حتى شي فرقه في افريقيا. جينا حنا رابعين في المونديال وكنتمنوا مجاهدين ونديو ان شاء الله كاس ديال افريقيا ان شاء الله. عندنا فريق متكامل ومجموعه مزيانه، وبالخصوص عندنا وليد الركراك ثقه فيه كبيره، وطحنا مع اللي طحنا مع اللي المنتخبات اللي عمرهم شاركوا في 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 الفينال في كاس العالم. الحمد لله المنتخب الوطني المغربي طاح في واحد المجموعه ان شاء الله متوازنه ومزيانه، ونتمنوا له ان شاء الله التوفيق والمزيد من التألق ان شاء الله، وعندنا الثقه في المنتخب الوطني ديالنا وعنده الامكانيات كبيره ان شاء الله باش يكون من الاوائل، ونتمنى له ان شاء الله باش يتاهلنا لكاس العالم وكاس افريقيا، وحنا رحنا معاهم ومساندين ان شاء الله. هي مجموعه سهله وفي المتناول، بصح ما خصناش نستهنوا بالفرق الافريقيه لان الكره تطورت بزاف، والمغرب هو رابع المونديال يعني ما نخافوش عليه، وعندنا لاعبين محترفين ومدرب قدير، وان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق في المستقبل. وكنا نتاهلوا بخمسه الفرق، اليوم راه 10، ان شاء الله غادي يكون عندنا حظ كبير ان شاء الله. حنا كنثقوا في المنتخب ديالنا، وانتم كتشوفوا في كاس العالم دار الميتشان واعرين بزاف يعني كيفرحونا. وبالنسبه للميتشان ديال افريقيا حنا ما نشوفوش هذا الماتش اللي داروا دابا، وانما كما قال الركراكي حنا كنتسيو الدراري كاملين اللي جاوا جداد، اللعابه راه جاوا جداد بزاف، يعني بالنسبه للميتشان ديال افريقيا غيجيو لهم سالم وان شاء الله. كما وليد الركراكي سير 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 تنجيبوها ان شاء الله. اللحظة نتوقف مع أبرز ما كتبه الزملاء عن مجموعة المغرب في تصفيات المونديال، وأيضا عن المنتخب الوطني النسوي قبل المونديال. أنس فعلا جيان، أهلا بك وأهلا بجميع المشاهدين الكرام، ونستهل جولة من موقع جريدة المنتخب الذي قال إن المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد في مجموعته الذي سبق وأن شارك في كأس العالم، عكس المنتخبات الأخرى وهي الكونغو وزامبيا وتنزانيا والنيجر وإريتريا. هذه المنتخبات لم تحظى بشرف المشاركة في العرس المونديالي من قبل. أما موقع أنا الخبر فكشف النقاب عن تاريخ انطلاق مباريات الأسود في تصفيات كأس العالم، حيث ذكر أن المنتخب الوطني سيبدأ رحلة التصفيات شهر نوفمبر من العام الحالي، على أن تنتهي هذه الرحلة شهر شتنبر من عام 2025، حيث سيخوض الأسود خلالها 10 مباريات من أجل حجز تأشيرة المشاركة في المونديال للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ الكرة المغربية. والمونديال يقترب يوما بعد آخر بالنسبة للمنتخب الوطني النسوي. جريدة الأخبار كشفت عن تخصيص الفيفا $30,000، أي ما يعادل 30 مليون سنتيم على الأقل، لجميع اللاعبات المشاركات في كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا، مع الإشارة إلى أن المبلغ سيزداد في حال التأهل إلى الأدوار الموالية، على أن تنال كل لاعب من المنتخب المتوج بكأس العالم $270,000. أما موقع يا بلادي فسلط الضوء على لاعبة المنتخب الوطني نهيلة بن زينة التي ستدخل تاريخ المونديال، حيث ستكون لاعبة الجيش الملكي أول لاعبة محجبة في تاريخ كأس العالم للسيدات منذ انطلاق هذه المنافسة عام 1991. وبالحديث عن لاعبات المنتخب الوطني فقد تحدث موقع كفاش عن سارة كاسي أصغر لبوءة في قائمة رينات بيدروس المشاركة في المونديال، وهي تبلغ من العمر 19 عاما فقط، وتمارس بالدوري الفرنسي بالضبط مع فريق فلوغي الذي احتل المركز الرابع الموسم المنصرم. شكرا لك أنس، سنبقى مع منتخبات والأخبار المنتخبات، لكن هذه المرة بنون النسوة لبؤات الأطلس على بعد أيام من الحدث الكروي العالمي الذي حضرنا له بوديتين من خلال تجمع بالنمسا قبل التوجه إلى أستراليا التي ستحتضن مباريات عناصر رينالد بيدروس. قبل ذلك نبقى مع هذا التقرير لمحمد الكرت. عد تنازلي، ترقب وانتظار قبل انطلاق قاطرة المونديال.
أربعة أيام تبقت عن ضربة البداية لبؤات الأطلس بعدما اختتمنا معسكرهن الإعدادي بالنمسا. الانتقال كان بحر هذا الأسبوع لأستراليا، حيث المرحلة الختامية من الإعداد قبل انطلاق المنافسات بشكل رسمي. الآن نحن هنا للاستعداد بشكل جيد للمونديال، نتدرب يوميا لنكون في الموعد في أول اختبار في مواجهة منتخب ألمانيا، قبل ذلك مواجهة جامايكا وديا. جولي ماتش اون ايكيب كاملين كونتون فرحانين باش نوجدوا هذا الكاس العالم للميور بوسيبل ونكونوا كاملين مزيانين ونفرحوا بلاد المغرب وكل الناس اللي يتفرجوا فينا. المنتخب الوطني بقيادة رينالدا بيدروس خاض مباراتين وديتين كانت الغاية وضع الرتوشات وقياس مدى الجاهزية. العناصر الوطنية واجهت منتخب سويسرا وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل صفر لمثلها. منذ البداية ركزنا اشتغالنا على المنظومة الدفاعية والطريقة المثلى لاسترجاع الكرة، وهذا ما حدث في المباراتين أمام المنتخب الإيطالي وكذلك المنتخب السويسري، ووجب علينا الآن العمل على خط الهجوم لأننا نضيع كرات كثيرة على مستوى الخط الأمامي. هذا وكان المنتخب الوطني المغربي استهل برنامجه الإعدادي بمواجهة المنتخب الإيطالي، وهي المواجهة التي كانت قد انتهت بالتعادل صفر لمثلها، فيما تختتم العناصر الوطنية شريط مبارياته الودية بمواجهتها اليوم لمنتخب جامايكا. وبعيدا عن المستديرة، أنهى المغرب مشاركته في النسخة 15 للألعاب العربية التي اختتمت أمس السبت بالجزائر في المركز الثالث خلف تونس والبلد المنظم، مشاركة تبقى مشرفة خاصة وأنها تأتي في وقت يستعد فيه الأبطال المغاربة للاستحقاقات المقبلة المؤهلة للألعاب الأولمبية 2024. أنس فبار في المتابعة. 84 ميدالية هي حصيلة المشاركة المغربية في النسخة 15 الألعاب العربية، حصيلة وضعت المغرب في المركز الثالث في الترتيب العام على غرار النسخة الماضية التي جرت بالأراضي القطرية عام 2011. البطولة كانت بمثابة محطة تدريبية لتصحيح بعض الأخطاء وباش نكونوا في أتم الجاهزية للبطولة الإفريقية اللي غتكون مقامة بمدينة الدار البيضاء شهر سبتمبر المقبل. كنا نفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية في ضد الساعة. الحمد لله هذا الفوز يعني ما جاش من السهل، يعني كان هناك معسكر تدريبي اللي وجدنا ليه مزيان. الأبطال المغاربة نالوا 21 ذهبية و 38 فضية بالإضافة إلى 25 ميدالية برونزية، غلة كان النصيب الأكبر فيها لرياضة ألعاب القوى التي أهدت المغرب 26 ميدالية علاوة على الملاكمة ب 13 ميدالية والكاراتيه بعشر ميداليات. الحمد لله هذا الشيء جاء ثمار ديال التدريبات الشهر متابعة يوم على يوم، وإن شاء الله نكمل في الطريق ونجيب بطل العالم ديال لوبجيكتيف ديالي. أنا بزاف التتويج اللي قمت به في الجزائر شرفت المغرب وحصلت على الميدالية الذهبية، كان نهنئ الفريق الوطني المغربي بالنتائج اللي حصلنا عليها في الجزائر. هذه غير واحد ليتاب وغادي نزيدوا القدام، احنا عندنا المهم هما الألعاب الأولمبية ديال باريس 2024. وكان المغرب شارك في هذه النسخة من الألعاب العربية ب 93 رياضيا ورياضية في 11 نوعا رياضيا. والختام سيكون كالعادة بأبرز فيديوهات الأسبوع وعالم الويب وجديد مواقع التواصل الاجتماعي. أسامة مرحبا بك جيهان. بالفعل جيهان، والبداية ستكون بمقطع فيديو يوثق للحظات جميلة، لحظات عاشها لاعبو المنتخب الوطني رفقة عائلاتهم، وذلك بالتزامن مع تتويجهم بلقب الأمم الإفريقية لأقل من 23 سنة. صور تبرز مدى الارتباط القوي الذي يربط أشبال الأطلس بعائلاتهم. لنتابع. يا مصطفى شنو وصل لك داكشي اللي حاس بيه واللي كنشوفو فيك، ما يكفي العمر وما يكفي خلود حيت كنبغيك كيما بلا حدود بجميع اللغات انا باغي نقولها I love you mom I love you mom je t'aime mom
الفيديو القادم هو لنجم المنتخب الوطني ونادي برشلونة الإسباني شادي رياض، حيث سأله أحد الصحفيين هل القلب مغربي؟ والإجابة كانت أنا مغربي وسأظل دائما مغربيا. Corazón marroquí. Bueno, siempre he sido marroquí y siempre lo seré. Yo amo Marruecos con todo mi corazón. Y ya está. El corazón. Corazón marroquí. Bueno, siempre he sido marroquí y siempre lo seré. Yo amo Marruecos con todo mi corazón. الفيديو الموالي هو للعداء المغربي والبطل الأولمبي والعالمي سفيان البقالي، حيث قام بنشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو يظهر البطل المغربي وهو يستعد لبطولة الدوري الماسي والتي ستقام مرحلتها بمدينة موناكو الفرنسية. أما الختام فسيكون بمقطع فيديو للرجاوي السابق بن مالانجو وهو يرقص على الإيقاعات الشعبية المغربية. المقطع تم توثيقه للمهاجم الكونغولي من عقيقة ابنة لاعب الرجاء السابق بدر بانون. لنشاهد. فيديو طريف، شكرا لك أسامة. إلى الأحد المقبل بحول الله. وصلنا إلى نقطة نهاية ريبلاي مشاهدينا، أضرب لكم موعدا الأحد المقبل، فكونوا في الموعد. إلى الملتقى.